السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد، ولكن قبل بدايته لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، ولد من خلاله راح أشارك معكم آخر أخبار محترفينا وآخر أخبار المنتخب الوطني الجزائري، وعندنا أخبار مهمة عن نجمنا الدولي الجزائري رياض محرز، باغي نشاركها معكم إن شاء الله في هذا الفيديو. إذا هذا ما سنتعرف عليه، فإذا كنتم تشاهدون للمرة الأولى رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات، ولا تنسوا متابعتنا عبر حساباتنا السوشيال ميديا. لن نطيل الكلام، ندخل إلى صلب الموضوع مباشرة. نجمنا الدولي الجزائري رياض محرز توج وذلك بشكل رسمي بجائزة أفضل لاعب لشهر فبراير في نادي مانشستر سيتي. رياض محرز يستحقها بجدارة واستحقاق هذه الجائزة وهذا اللقب الجديد هذا الموسم، وطبعا ليس للمرة الأولى رياض محرز يتحصل على هذه الجائزة، فآخر جائزة ممثلة لهذه التي فاز بها اليوم كان قد توج بها سنة 2021 لشهر ديسمبر. فألف مبروك، وطبعا رياض محرز يعني الموسم الماضي وهذا الموسم قدم في مستوى خرافي، فهذه الجائزة مستحقة 100%، وأود أن أشكركم أنتم اللي كنت سببا في هذا الإنجاز الذي قدمه رياض محرز وهذه الجائزة التي توج بها، لأنه لولا دعمكم ولولا تصويتاتكم لنجمنا الجزائري رياض محرز لما رياض محرز توج بهذه الجائزة. فألف مبروك لرياض محرز وألف مبروك للجمهور الجزائري ويعني الذي دعم رياض محرز. طبعا أعزائي الكرام، هذه الجائزة أنا نادي مانشستر سيتي بعث لي إيميل ليلة أمس بحكم أنه أنا يعني رئيس رابطة مشجعين نادي مانشستر سيتي هنا في الجزائر اللي ملقبة بتلمسان سيتيزنز. طبعا قالوا لي بلي أنه رياض محرز غدا سيتوج بهذه الجائزة، فأنا كان على بالي يعني ليلة أمس هو الدليل الظاهر أمامكم. قالوا لي يعني طرح بعض الأسئلة على رياض محرز، طرحت بعض الأسئلة سنرى إذا سيجيب عليها في الفيديو الذي يعني سيسلم فيه رياض محرز هذه الجائزة أم العكس. راح نشوفوا أعزائي الكرام، طرحت عليه بعض الأسئلة يعني سبيسيال إن شاء الله يجيب عليها في الفيديو الخاص به، ونشاركها معكم إن شاء الله في فيديوهات قادمة. على كل حال، هذه الجائزة كما قلنا مستحقة لرياض محرز، وطبعا هذه الجائزة ستعطي وش نقول لكم، تعطي يعني ضوء أكثر لرياض محرز، وأيضا تغري العديد من الأندية. فرياض محرز هذا الموسم قدم مستوى كبير، مستوى خرافي، يعني أسال لعاب العديد من كبار الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز، فالكل يريد التعاقد مع رياض محرز، وطبعا هذا ما أكده لنا موقع فوت ميركاتو، أكد لنا وذلك بشكل رسمي أن هنالك اهتمام غير طبيعي من ناديين، واحد من فرنسا من الدوري الفرنسي والآخر من الدوري الإنجليزي الممتاز، وليس فقط هذه الأندية اللي راهي مطالبة حول رياض محرز واللي حابة تتعاقد مع رياض محرز. فرياض محرز لو كان يعلن غدا أو اليوم أنه سيخرج من نادي مانشستر سيتي، يعني ستتهاطل عليه العشرات أو خلينا نقول المئات من العروض. الكل يريد رياض محرز رغم انه متقدم في السن 31 سنه ما شاء الله عليه، الا انه مازال يقدم في المستوى الكبير، وهو مشروع يعني ناجح لجميع الانديه مهما كان مستواها ومهما كان يعني الدوري الذين يلعبون فيه. طبعا يا زي الكرام، نادي مانشستر سيتي يعني لحد الان مازال ما جددش العقد نتاع رياض محرز، ولكن هنالك يعني اطمئنان من كلا الجانبين، من كل رياض محرز وكذلك اداره نادي مانشستر سيتي، باللي انهم راح يتفقوا على تجديد عقد رياض محرز ورياض محرز راح يوافق. ولكن هذا الشيء ما حبوش يفهموه الأندية الأخرى التي تتمنى رياض محرز يعني معها وفي ناديها، من بينهم عندنا نادي باريس سان جيرمان. ناصر الخليفي يعني راح حالف به يجيب رياض محرز، اتصلوا به الموسم الماضي، كانت هنالك اتصالات رسميه، وطبعا شاركنا معاكم اخبار في الشهر الماضي قلنا لكم باللي انه باريس سان جيرمان رسميا ومن ناصر الخليفي اعزائي الكرام يريدون التعاقد مع رياض محرز، في ظل انه رياض محرز مازال ما جددش العقد نتاعو مع نادي مانشستر سيتي. واليوم اعزائي الكرام شارك معنا فوت ميركاتو باللي انه نادي باريس سان جيرمان رسميا وبشكل كبير جدا يريدون التعاقد مع رياض محرز باي ثمن كان. وطبعا ربطوا تعاقد رياض محرز بخروج دي ماريا لحد الان مازال ما جددش العقد نتاعو، فاحتمال كبير انه سيخرج من نادي باريس سان جيرمان، وراح حابين يجيبوا هذا اللاعب رياض محرز مكان دي ماريا باي ثمن كان. لو كان حتى ما يخرجش دي ماريا اعزائي الكرام، ناصر الخليفي يريد هذا اللاعب في تشكيله الاحلام لنادي باريس سان جيرمان. طبعا هذا الشيء كامل راح متواجد هنا في هذا يعني الموقع الظاهر امامكم فوت ميركاتو، والذي اكدوا قائلين اعزائي الكرام بلي انه كل من نادي باريس سان جيرمان وحتى نادي تشيلسي يريدون التعاقد مع رياض محرز. نادي تشيلسي يريدون لاعبين في الخط الهجومي ورياض محرز من اولوياتهم، بينما نادي باريس سان جيرمان يريدون رياض محرز في حال خروج دي ماريا او في حال بقاء دي ماريا في نادي باريس سان جيرمان.
يعني هذين الناديان يريدان رياض محرز. فانتم خبرونا رايكم في صندوق التعليقات ما رايكم حول هذه الاخبار، وهل تتمنوا رحيل رياض محرز عن نادي مانشستر سيتي والتحاقه باحد الانديه اللي ذكرناها لكم حاليا، ام بقاؤه في نادي مانشستر سيتي يعني افضل خيار؟ انا بالنسبه لي البقاء في نادي مانشستر سيتي افضل خيار لرياض محرز، ما فيها لا يروح لنادي تشيلسي ولا حتى لنادي باريس سان جيرمان. خبرونا رايكم في صندوق التعليقات على كل حال. وننتقل الان الى الخبر الموالي عن التشكيله المثاليه للاسبوع التي اختارها احد اساطير الدوري الانجليزي الممتاز السابقين، الا وهو آلان شيرر، الذي اكد قائلا زي كرام في تشكيلته يعني الاسبوعيه المثاليه، يعني دار شمايكل في حراسه المرمى، جيمس وكذلك عدنا هذا الرباعي الظاهر امامكم في خط الدفاع، رياض محرز متواجد في هذه التشكيله المثاليه بالنسبه لآلان شيرر، متواجدين فيها ايضا ساكا، كيفن دي بروين، كونتينو وكذلك كين وتوني لاعب نادي برينتفورد. رياض محرز متواجد في التشكيله المثاليه الاسبوعيه. يعني كما قلت لكم هذه الارقام تغري اي نادي كان مهما كان مستواه، يعني نتكلموا عن الانديه الكبيره مش الانديه الصغيره، هم الانديه الصغيره حاجه باينه يتمنوا رياض محرز، ولكن اللي عندهم حظوظ كبيره هي الانديه الكبيره باه يتعاقدوا مع رياض محرز، ولكن قرار رياض محرز واداره نادي مانشستر سيتي واضح كوضوح الشمس، كل واحد راه باغي الاخر في نفس النادي في نادي مانشستر سيتي. بيب غوارديولا راح يجدد العقد نتاعو مع نادي مانشستر سيتي، فلهذا يعني رياض محرز باقي في نادي مانشستر سيتي وذلك بشكل رسمي. ورياض محرز قالها في العديد من المرات انه لا يفكر ولا يتمنى ولا يعني يتوقع نفسه خارج نادي يعني مانشستر سيتي. وانا طرحت عليه السؤال اعزائي الكرام اللي طلبته مني يعني اداره نادي مانشستر سيتي بان طرحوا على رياض محرز، قلت له وين راك تشوف نفسك بعد يعني كما نقول بعد نهاية عقدك معك مع نادي مانشستر سيتي؟ فنتمنى السؤال تاعنا يكون من ضمن الأسئلة التي سيتم طرحها لرياض محرز، ونتمنى إجابة واضحة من رياض محرز. رياض محرز لا يريد خروج من نادي مانشستر سيتي، نقدر نأكدها لكم من الآن. ننتقل الآن في عجالة إلى الخبر الموالي والذي يتعلق بريان أيت نوري. والد ريان أيت نوري خرج عن صمته حسب إعلاميين جزائريين أكدوا لنا ونقلوا لنا تصريحات والد ريان أيت نوري اللي طرحت عليه العديد من الأسئلة، علاش بالماضي ما حبش يجيبه، ولا هذا اللاعب اختار فرنسا، ولا كيفاش. طبعا أعزائي الكرام حسب إعلاميين جزائريين كما تشاهدون نقلوا تصريحات والد ريان أيت نوري قائلا والد ريان أيت نوري: صحيح أن الاتحاد الجزائري اتصل بنا عندما كان ريان أيت نوري يبلغ من العمر 17 عام فقط، الآن اللقاء استمر 5 دقائق فقط قبل مباراة ضد كولومبيا، أستطيع أن أؤكد أن ريان لم يرفض الاختيار الجزائري، لا، لقد طلب فقط القليل من الوقت ليثبت نفسه في العالم المهني. يعني حسب تصريحات والد يعني ريان أيت نوري قال بلي انه ابني طلب مهله من الوقت، وقال بلي منذ سنه 2019 مازال ما اتصلوش بينا مره اخرى. هو كان اتصال، يعني كان اتصال رسمي، وبالماضي وجه رساله للاعبين مزدوجي الجنسيه كل مره يوجهها لهم، دائما يقول بلي انه كاين حاجه اسمها المنتخب الجزائري، اللي باغي يجي مرحبا به. اللاعب هذا ما نعرفوش رحاب، ممكن انه رحاب يعاود يتصلوا به مجددا او شيء من هذا القبيل، ولكن بالماضي يعني قلت لكم بيب غوارديولا بالماضي اعزائي الكرام كان واضح في كلامه واضح في تصريحاته، اللاعب اللي باغي يجي مرحبا به، يقول باغي نجي للمنتخب الجزائري، وقال باللي اتصلنا بهم كامل بالماضي، اتصل به سنه 2019 ولا مش عارف وقتاش مثل ما اكد والد يعني ريان أيت نوري، يعني عرض عليك المشروع الكروي نتاعو، فانت لازم توافق ولا ترفض، مش بالماضي يحشم فيه كل مره يتصل بيه كل مره يتصل بيه كل مره يتصل بيه لاعبين مزدوجي الجنسيه. راهم عارفين حاجه اسمها المنتخب الجزائري، وراهم عارفين باللي نحتاجوا لاعبين، اللاعب اللي باغي يجي مرحبا به، اللي ما باغاش يجي ربي يسهل عليه. طبعا اعزائي الكرام المنتخب يعني الجزائري فوق الجميع. طبعا كان هذا الفيديو اليوم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام.